تقل هنا كل واحد فيكم بيفكر في التاني، بس طريقة تفكيركم في بعض مختلفة، أو الأوقات اللي كل واحد فيكم بيفكر فيها في التاني مختلفة. الشخص ده على بالك تقريبا طول الوقت، انت بتبقى عاوز تتكلم معاه أكتر، ممكن تكون مفتقده أو حاسس ان انت عايز تفضفض ليه، تقضي أوقات هادية أو أوقات لطيفة معاه. هو كشخص ممكن معظم وقته في شغله في حياته العملية، تفكيره فيك بيجيله في اللحظات دي، لحظة الانشغال ببزنس أو بشغل أو بمجهود عضلي ممكن يكون بيتمرن أو حاجة، وانت بتيجي على باله في وقت التمرين. على الأكتر انت والشخص ده يا إما ما بتتكلموش مع بعض، يا إما العلاقة دي يا إعجاب من بعيد، يعني ممكن تكونوا في بينكوا تبادل نظرات وإعجاب، بس محدش فيكوا جريء إنه ياخد خطوة حقيقية تجاه الطرف التاني. تفكيركم في بعض قوي قوي، تفكيركم في بعض وطاقات التخاطر اللي بينكو شديدة. هو عاوز يقولك انه بحاجة مرة اخرى، ان يكون في فرصة بينك وبينه، يكون في فرص اكتر في العلاقة دي. لو كان الشخص ده بتتكلموا وبتخرجوا وكان بينكو اجواء عائلية اسرية، او ده كان زوج او زوجة او كده، فيمكن مفتقد جدا الاوقات اللطيفة اللي انتوا بتقضوها فيها مع بعض، وكانت علاقتكو فيها استقرار، ما كانش فيه اون اوف، كنتوا بتعرفوا تتكلموا وبتعرفوا تتواصلوا، وكانت الحياة ما بينك وبينه ماشية، او كان فيه روتين ثابت او روتين ايجابي من وجهة نظره موجود دايما في علاقتكم ببعض، فكأنه مفتقد الروتين ده. لكتير منكم برضو ممكن انت تكون بمثابة شعلة الطاقة الايجابية في حياته، فهو مفتقد الشعلة دي، مفتقد الطاقة الايجابية دي. ممكن تكون ملهم ليه لو الشخص ده عنده بزنس، مشاريع بيشتغل عليها، او محتاج افكار مثلا علشان يعني يصنع مال اكتر او يزداد ثراء او كده، فكأنك انت كنت بمثابة الملهم ليه، او الشخص اللي بيديله افكار كويسة. مفتقد جدا ان يكون في فرصة ما بينكم انتوا الاتنين مرة تانية. يمكن بتتعامل مع حد برج ترابي، تحديدا جدي، وبرضو عقرب اسد، الاسد معاكم كتير، وبرج الحوت، دي الأبراج اللي ظهرت معاكم هنا. شكرا ليكم، وإلى اللقاء بفيديو جديد.